كنوز اف ام. كنوز اف ام، نسيك الدنيا وما فيها. بسم الله، صباح الخير، صباح النور، ان شاء الله نهاركم زين، بدايه اسبوع موفقه للجميع. الاثنين 24 اوت 2015، الموافق التسعة ذو القعده 1436 الهجره. صباح النور، بونجور، ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد. امين، ان شاء الله الخير فيه يزيد. امين، وربي يرحم كل شهيد. امين، وان شاء الله التوانسه الكل يكونوا ليد في ليد. امين، ربي يحمي بلادنا الغاليه. امين، وان شاء الله تقعد رايتها ديما عاليه. امين، ومحبه تونس لقلوبنا ماليه. امين، ربي يبقي الستر على بلادنا. امين، يحمي اولادنا. امين، ربي يعطي الوقت الطيب للامنيين. امين، ويجعلهم ديما محميين. امين، مع كل دعوه خير لبلادنا نقولوا امين. امين، اليوم الاثنين ان شاء الله ربي بعد علينا الحسد والعين، وربي يهدي الناس اللي بينا. امين، ربي بعد علينا التقطيع والتريش والنميمه. امين، ويهديهم ويتلهوا بحوالهم ديما. امين، وربي يرزقكم ويرضى عليكم الاميمه. امين، ربي يعينكم على عمل. امين، ويملأ قلوبكم فرحه وامل. امين، تقعدوا فرحانين متفائلين مهما حصل. امين، ربي يهلك الظالم والغدار. امين، واستر بلادنا يا ستار. امين، ان شاء الله نهاركم يكون احسن نهار، ونخليكم مع منتصر والاخبار. بالنسبه للناس اللي مازال تحب تعوم وتعرف البحورات، اليوم نقول لكم عليكم بحر المهديه، نظافه وعفيفه وعومه اللي هي هكا اللي ماشي الغادي، ما ينساش يجيب معاه شويه بريك المهديه وهو مروح للثنيه. 58 هو نمرويا اليوم، و58 هي مرتبه الجيش التونسي عالميا على حسب دراسه عملتها جلوبال فاير باور. مصر تجي في المرتبه 18، الجزائر في المرتبه 27، السعوديه في المرتبه 28، المغرب في المرتبه 49، والامارات في المرتبه 50. كاين الحاجه الاخرى، هذه تكون اكتيفيتي نافعه ليك انت يا حبيبي. بيان سور كاين كل مره تعمل اكتيفيتي تو جوست بعد ما تجيك الرغبه في الماكله، تقيد لك تقيد لنا بيان سور شنو هي الحاجه اللي عملتها ونجحت فيها انها تلهيك وتنسيك في الماكله. معناها اذا كان جات حاجه على الامبروفيس ما لازمهاش تقرا. بيان سور يلزمها تنظم اللوز، فوالا هي تنظم اليوم شنو باش ناكل. انا من تو نجم نقول لك الاكتيفيتي اللي تعملها في بلاصه الماكله اللي هي تاكل. وتقول انها امضت وقتا جميلا في تونس واليوم راجعه باللغه المصريه يعني الى السويد. والله إن نحب نقولها اول حاجه، نحب برشا، ثاني حاجه نحب نشكرها برشا، خاطر توا نقولوا عامين عرس مش فتره كبيره، لكن الفتره هذه صبر الله بصغيراتكم ان شاء الله، وان شاء الله كل عام وانت حي بخير. سيدي عيد ميلادك زاد اليوم، الناس اليوم في التليفون باش نكلم مروى مرتي نور العيون، عنا عامين واحنا معرسين، قبل ما نعرس مع بعضنا قعدنا 6 سنين. اوا مرتي اروع انسان، إن شاء الله تراني في السيانان، وديما مغيار عليا تقتلني كي نغزر بنيا، ومعاها نكمل ثنية. أوا مرتي تقولي منت يا دلول، وسرارو عندك برشا قبول، راك أحلى رجال اسطنبول. أوا مرتي أوا مرتي أروع إنسان، إن شاء الله تراني في السيانان. اليوم اثنين فرحتنا اثنين، عيد الزواج وعيد ميلادي فرحانين، محال نرى غيرك نرى في بالي حتى وانا في الاخبار نقرا.
الدين أروع إنسان شلط راني في السيانة دي ما تشجعني في الخدمة محلاها يا سر متفهمة حب البيتزا وشاورما أو عمرتي غني وليه في اسمه مزيان ما فيهم حتى حد فنان أصابهم تفزع الجيران أوامرتي أوامرتي أروع إنسان إن شاء الله تراني في السيانان وكروز نيوزوفات وفي لامان كم عن اسمه بزيان كنوز FM نسيك الدنيا وما فيها.